نعم صوبي لي شي قهوة. تاكل شي حاجة؟ نقدر تجيب لي غير القرم بيت الناس. واخا. بارك عليك. الله يرحم والدي. ليمونة. احمد شتو ما جاش هاد الصباح؟ وهدي الوقيته ديالو شتو مازال ما بدا. قيل هذا دبر عيش بريكول. ايوا احمد هو هذا. احمد خافي عليك وما كيزقل والو. انت كتزقل هاك. الله يعاونك. سلامة. فين غادي؟ غنمشي لخدمتي. باقي الحال. كيفاش باقي الحال؟ انت خدمتي وانا ما نخدمش ولا؟ تاش من خدمة. غادي رجلي من السبيطار. المرض زاد عليها الحال. مسكينة. جلس جلس. على أين شهر عندها؟ هذا شهر السابع. هي هذا شي عفريت بغا يخرج قبل الوقت. من فمك ربي. راني انت تفايد بك. ولكن غتبقى تتشرب معايا شي كاس ديال القهوه. لا لا خليني يلاه غنمشي نخدم. شوف راه على حسابي ومن بعد نوصلك حتى للخدمه. وليت تسمي واخا سيدي. زينب. زينب. نعم. غادي نمشي نتقدى داك الشيء اللي خاص السيمانه. اذا دق شي واحد ما تحليش عليه. وهذوك الشراجم ما تخليهمش مفرعين. يا قلتي لي غديني نزورهم اليوم. ايه هي من بعد من بعد. كيفاش من بعد؟ انت ديما كدير معايا هكذا ما عرفتش علاش. صافي زينب كلمه واحده راني قلتها. شوف زينب امك ماتت الله يرحمها. لا اشنو غادي تمشي تشوفي في المقابر الحجر والتراب؟ خلاص خصك تنسي الماضي وتشوفي حياتك ومستقبلك شنو خصك. ما هي اللي عندي كانت عندك ما دابا راه ما عندك غير انا والله الا خطاوك هاد الزوج كلاوك الدياب. شي وحدين كتعطيهم موبينات جداد وكيف كيردوهم لك كلشي مشرط كلشي ملوك بحال لا كيدوزوهم في شرحه. عنبر هادوك التيكيتات ديال الموبينات اللي قلت لك لصق لصقتيهم؟ اين تيكيتات اخويا رحموني؟ كيفاش خويا رحموني انت فين ما كتكون مزبله ولا مقفره كتبدا تقول لي اخويا وما كدير والو بعدا انت كاع. شوف خويا رحموني الله يرحم لك الوالدين ملي رجع لصقهم خويا كاملين. منين ترجع؟ وانت بعدا راك جاي معطل. شوف الله يرحم والديك اخويا الرحيم. اسيدي انا ما اخو حد. واخا الله يرحم الوالدين انا عندي شي غرض ضروري نقضيه. بغيتك الا سول فيا المدير ولا هذاك السكري دارت النحس قول ليها ضراتو الدرسه ومشى يحيدها.
شتي انت والله ما باغي تخدم بالله. شوف اخويا والله اسيدي انا ما اخو حد الله يهديك. واخا رحموني الله يخليك معز عليك نمشي. يلا سير وما تعطلش. السلام عليكم. عليكم السلام. اش تحب نخاطب؟ بغيت نكتب شي. مرحبا تفضل. شي طلب ديال الخدمه؟ لا هي باغي تطلق. لا انا مازال كاع ما مزوج. حشمت نقولها لك. ايه باين على وجهك مهموم ياك. ماكاين صاله غراميه بحال الا علمك الله. شوف ولدي البارح هذا جا عندي واحد مسارق بحالك وقال لي بغيتك تكتب لي رساله لمحبوبته ومني سولتو عليها قال لي ما كنعرفهاش تنشوفها غير في المنام. لا انا كنشوفها وانا فايق كنشوفها ديما من الشرجم. من الشرجم؟ اه نوض بدل ساعه اخرى ما تخرج عليا. لا قلت لك لا تخرج عليا سيدي الله يبارك وسع من كسافك. تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. اش حاب الخاطر اسيدي؟ كنقلب غير على الكتاب ديال الرسائل الغرامية. غنشوف لك لا باقي شي واحد. عندك الزهر باقي غير هذا الكتاب انت رسائل العشاق لمن يشتاق في كاع داكشي اللي بغيتي. حاجه عطينا ان في طونسيون حاجه يا امك عطيني اتساع يا ما خرج عليا من هنا صافي. اش كتسنى مزيان تبارك الله بقيتي لي عتا. ارا لي هذوك اللي بغيتي تلصقهم وسير فك حريرتك مع هذاك اللصقه بعدا. شكون هو؟ المدير راه كيسول عليك. ناري وصلوها ليه؟ والله اسيدي بالله انا ما قلت لي شي حاجه. يا ربي السلام غطي حي الكرش عاوتاني. على الباب. شنو بغيتي انت؟ انفيتاسيون. ها؟ انفيتاسيون. شوف سير تتعلم تقولها واجي. يلا احفظها انفيتاسيون. الحاجة ياك لاباس حاجة يا امك ما تبقاش تقول لي الحاجة يا امي. انا امي ما شحال هادي راه حيت كنحترمك جبتي نبقى نعيط لك. انا سميتي نفيسة ابنادم وسير شوف المدير اش بغاك. اختي نفيسة ما عرفتيش ليه يكون بغاني. وانا مالي سير عنده هو غادي يقول لك مالك. واش درتي اختي ابنادم؟ سد الباب. واخا الحاجة الله يبقالك. انا سيدي ثلاثه ديال الافلام دي سوبر برودكسيون ولا بروميير فيزيون بروميير سورتي بحال باريس بحال هذا. ها واش وليتي؟ ها وانا راه كنضمن لك سته السيمانات ديال السكسي وديال الكومبلي. ها ودي الله يهديك. واش كضحك عليا ولا كضحك على راسك؟ انت
هما قدام الشركه ديالك بخمسة ديال الدرهم اخويا. راه البيرات اجرا سالنا مع السينما راه قتلها. كان هي من الهضر ديال الله السينما كتزيد فيه. واه اسمح لي كتزيد فيه. وانت اخويا انا زيد انا اخويا ياك هادو هما اللي جاو من باريس. ها انا اخويا وراه اخويا تمنطو هنا عاد كيمشيو للميريكان. مصيبه هادي. واش غنديرو حنا دابا؟ ايوا حبيبنا سيدي اخويا حنا راه حنا لقينا الحل. راه القاعات السينمائيه ديالنا كلهم بدات تتسد وحده ورا الاخرى. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش غنقول لك الهضره كثيره والسكوت احسن. بغيتيني اسير من كيران؟ تا سير حيدر سير حيدر عليا من هنا تنبغي كره نعيط لك سير حيدر عليا. لا لا خلي انا غنخرج انا غنمشي انا غنمشي غير خليه يدخل. ايوا والافلام من بعد ان شاء الله نتصل بك حنا على اتصال. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك. عنك الله. الله يعاونك. الحاج زيد لهنا زيد هذاك وجع النحس دخل. شنو درت؟ ما درت والو. راه هذه هي المصيبه هو انك ما كدير والو. جلس غير بلاش جلس. انا غادي نكلفك بمهمه سريه بزاف واذا نجحتي فيها ان شاء الله غادي ننجح فيها. خليني نكمل. اذا نجحتي فيها مريضنا ما عنده باس. فشلتي فيها والله العظيم لا فلتك. اش هاد الصداع؟ محيما صباح الخير. صباح النور. ايه صبحت فيا فرحان. عرفتي شنو حلمت هاد الليله؟ حلمتك مشيتي لقبر النبي. ان شاء الله في حياتك. الله يعطيك شي حجه. الله يعطيك ما نويتي في خاطرك. امين. ودعي معايا. الله يرضي عليك، الله يجيب لك شي عروسه. امين امين امين.
شنو ضركتي تما؟ ما ضركت والو. قلت لك شنو عندك تما؟ ما عندي والو، راك ديما موسوس انت. واش غتورينا شنو عندك تما ولا غندير يدي؟ هادشي اللي بقى خاصنا، ها؟ هادشي اللي بقى خاصنا، الحب والغرام. كتخرجي من ورايا؟ لا والله ما خرج. منين جاتك هادي؟ راه معاك كنهضر، منين جاتك هادي؟ بعد مني، تفرق عليا، ماشي شغلك فيا. شي شغلي فيك؟ اه. مزيان، شوف، يلا جمع حوايجك وضرك كمرتك عليا، نشوفك علاش قادة. كتسحب لك العروبية هادي، راه الدار البيضاء هادي واجلك على الله. يلا خرجي، خرجي، إلا ما يشدوك الضبع ويشرقوا لك الحمى ويلوحوك بحال الجيفه. يلا جرب ورد عليا الخبر. هي انا كنلعب على زقلت هاد الفيرمي نحركو. قول لي بعدا علاش انت تابعها؟ انت مالك ليك مخلص الوسوق وسكت. لا انا سكت ما مزوق فيك اخويا، ما توقفش غتفلتنا. ما تو انا اخويا، اخويا انا ما اخو حد. الله يرحمه مراتي وكنشك فيها وغيت معها. هذيك مراتك انت؟ وعلاش لا؟ سيف الله يرحم الوالدين. الكورسة راه طوالت، كاع اللي ضربنا غتحسب عليك. ومعلوم غتحسب عليا، انت غير سير. كتسول على شي حد هنا؟ لا. شكون هو؟ الفرماسيان. مالك شي فرماسيان هنا؟ اسمح لي، وقيلا قالوا لي الزنقه الاخرى. اللي شافك هكا تقول غتقابل مع محمد علي. اش هاد الصاك؟ داير عليه بحال وجه المبودر. ما غنطلق منه حتى نبرد جنوني فيه. قصت هاد المبودر كاع ما بغات تسالي. ما غتسالي غير بيا ولا بيا؟ والله ما تكسب العقل، لا انت ولا هو معاك. شي لا مبعدش من صحتي وصحت مراتي عمري غنفرق معاه. واش نسيتي باللي كان مزوج بها هو قبل ما تزوج بها انت؟ كانوا ما بقاش هو اللي ما عرف ليهاش. انا غادي نخليك هاد الساعه، مراتك ما بقى ليها والو تجي. مراتي بيت عند مها اليوم. هي غنقصروا هاد الليله. ماشي غنقصرو، غنقصرو ونقشرو. ليمونة واحد القهوة خفيفة وبالزربة. القهوة خفيفة عليك ليمونة. هذيك القهوة زيد عليها واحدة تاي وعلى حسابي.
على حسابك ياك ما طحتي على شي كنز بحال هذاك الشيء. البنت بدات كترم كنت تستخدم لحت عليها واحد الحجره وهي طيح. ضربتيها بحجره؟ لا هذيك البرا اللي كنت كتبت ليها درتها في حجره ولحت عليها قراتها وهي طيح. كي جيتك؟ علاش كضحك؟ علاش كضحك؟ والله الا انا حماق اللي كندوي معاك. اش خصك العريان؟ خاتم مولاي افيق من القلبه وبركه ما تحلم. علاش اخويا؟ اللي كيحلم يكمل دينو ويدير مرا وعشيش كيحلم. مرا وعشيش في هذا الزمان كيخصهم الفلوس والخدمه ديال الصح. وما تعرف تكون حتى هي برزقها. عرفتي شي يجيك مليح؟ بدل علي هاد الاسطوان. خذ خذ شيش خذ. لا 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 فينا فرطت بخير اخلي عليك هذاك راه لقى واحد خيتي اللي غتقزب ليه الجناوح. وديما كيقولنا لقيت لقيتي واش شنا والو؟ لا لا هاد المره بصح كتبت لها واحد البرا قراتها وهي طيح. ضربها بحجره حتى طاح. لا لا انا عندك وصلت هذيك البرا ودابا راتكم غير كتخمم فيا. حتى هذه ديما كيقولها لنا وماش شنا عندك والو. لا هاد المره بصح شوف انتوما الا كنتو صحابي حاجه وحده دعوا معايا. يا ربي تعطي شي وحده اللي تغرقوا. يا ربي تغرقني؟ تغرقك ولاد وقول امين. سير الله الا انا نحمق كبير. على البر وعلى البر اجي خلص غير هاد الشيء. يا قلتي غتخلص على حسابك. شريف السلام عليكم. شو كاين؟ اسمح لي وقفت في الطريق. انا جاكم اللي ساكن في هاد الدار خدام على قد الحال ومقطع من الشجر. ومن بعد بغيت نخطب بنتك على سنة الله ورسوله الا قبلتو عليا. قولي انت هو. انا هو شكون؟ غادي تزهق من قدامي واذا عاودتي وريتيني كمارتك غنخسر عليك. طيب خلاص لعطفو على قنس. لا الشريف انا ماشي قنس انا راه كل لكم سلعه واحده وما عندي بنت الزواج هي 16 صافي. اسيدي انا راه انت حسره فوق لي اللحيه. كل ما غنقولها لك الا غادي تعاود توريني كمرتك هنا غادي ندير فيك شرع يدي. يلا غبر يلا. اش باقي مازال الوقت كدير عندي هنا؟ انا جيت كنقلب على شي فارماسيان ودابا علاش جيت كتقلب على شي سبيطار؟ الله يرحم والدي اخويا. انا مزوق. قول لي شكون اللي كاريك ولا مشيتي حتى كذبتي غادي ندملتك على حياتك. كريتي واحد والله ما كريتش واحد. هو
لا باها لا ما كنعرفوش بقى غير رجلها 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 هي اي رجلها رجلها ولي قال لك سبعة قال لي رجلها ولا شفتيه اش غادي تقول لي ما نشوفوش ما كل ما شتاش غادي تقول لي امرأة مراتك مرا مزيانه واخا محترمه وداخله سوق راسها الله يحفظها دخ انا شفت منها غير الخير واخا غنقول له مراتك مزيانه وما شفت منها غير الخير ما ضربش انا نضرك عليها وجهك واخا الله يرحمك ماشي حتى شفتك مره اخرى غادي نخبرك في السيلون واخا واخا فكرتيني في المسيد شكون كنت بحالك والله ما نخليهم يوصلوا رجليا اه مني نضرو بك جموله بحال هذوك قولي غادي تقدر تهضر ولا بعدا فين حسيت براسي تنقد راسي رجلي مهزوزين وزيد هذاك صاحبها وقيلا غيكون كوميسير ولا خدام مع المخزن باش عرفتيه كوميسير قال لي الا عاود تقبض تماك غادي ندخلك السيلون ولكن انا الحمار اش داني نتبع مرض الراجل عرفت اش غدير ما عندك ما دير بهاد الخدمه بدلها عليك كشتي دابا الخدمه غير كتسنان عقلت على هذيك المره اللي كنت كنعاود لك عليها اليهوديه اللي تنبريكولي عندها اه مالها كانت قالت لي بلي محتاجه شي واحد وانا اش غادي نخدم عندها اي حاجه تسخر ليها تصوب بها المهم انك تخدم وانا كنعرفها مرا كريمه وغادي تهلا فيك وزيدو ما نخافش عليك كنعرفك كطرق المسامر عندي اخويا حماد مسامر هما اللي في رجلي دابا امي 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 راجل قداش وكياكل الفلاقه كشتي سجلو كنخبيو شحال عملتو في التريوم في البارح 35 بلاصة ولكن في الليل ما خدمناش علاش ما خدمتوش في الليل؟ ما جا حتى حد اها والسينماري شحال عملتو؟ 70 بلاصة حماق هذا شاروخان و 70 بلاصة الساعة مبر تفضل انت من بعد نكملوا هذا الشيء نوض سير سامبر انجليز تفضل هضرة كاين شي اخبار السي بن كيران غير سمح لي انا هذيك الخدمه ما نقدرش نديرها سامبر انا ما عمري تصحابي انت خواف لهاد الدرجه هادي لا ماشي خواف ولكن هذيك الخدمة ماشي ديالي ماشي ديالك واش ولي ديالك طمناك وكل نهار جايب لي سباق ها اقولها من الصباح نقول لي باغي شي زيادة يا الكافر في الله لا لا سي بن كيران ماشي زيادة ولكن الله يرحم الوالدين عافيني من هاد الخدمة نعفيك ايوا سيدي غادي نعفيك ولكن انا غادي نعفيك من الخدمات بجوج من هذه ومن الخدمه العاديه لا سي بن كيران ما تقصدوا بي هنا لا اي خدمه نديرها غير عطيني اتساع الله يرحم والديك اعطيني اتساع دير الهضره اعطيني اتساع يلا حيد عليا سير اسيدي حيد عليا من هنا سير اسيدي الحساب ديالي سير الحساب ديالك غتلقى عند نوفيسا سير حيد عليا من هنا مزيان تبارك الله أجيا عاوني في هذو البلاصه يوم الداخل غادي نبقى لي منعاونك انا غنمشي بحالي من هذه الخدمه وناقص من الخدمه ناكلو عليها العصا باش ناخذ حساب مع عند نوفيسا اياه شحال هذه قلت لك راه ما بقاتش عينك في الخدمه رشا ايه قول لها عنبر لا لا رشا واحد السيد سميتو عنبر كيسول فيك قول له يدخل دخل بسم الله
هو عن بلاصتك حماد. جلس جيب شي حاجه ما نشربه. ايوا حماد شكرت ليا بزاف. شنو كان شغلك؟ انا ما خليت فين ما خدمت. كيقول لك سبع سنايع والرزق ضايع. انا خدمت في الفران وخدمت كنسرح القوادس وسيرور وفي واحد القهوه وخدمت كنعلق الفيشات ديال السينما. عندك شي فاميليا؟ في العائله كل واحد مليه في خدمته. عندك البيرمي؟ عندي الشريفه، عندي من 98. حتى انا كنت خدام في واحد الغوندا عند واحد السيد سميتو بوشعيب، ومني مات الله يرحمه الورثة باعوا هذاك الشيء كاع اللي كان عنده وشتو الخير وباعوا حتى الغوندا. ايوا قلبي كيقول لي باللي انت ولد الناس. انا بغيتك تخدم معايا باش تسخن لي وتبدا تخرج معايا في الخرجات ديالي، السكنه والماكله والشراب عليا، وألف درهم في كل شهر، ونهار في الأسبوع الراحة ديالك. تبارك الله، بركة، الله يخلف عليك. الله يرحم والديك. هاك هاد البركة. لا لا لا، مازال ما خدمتش. لا ولي خود. لا الله يخلف. حبا تقلب لي الحالة ديالك من بعد عرقة. تفضل تفضل. الله يكثر خيرك يا شريفة. إيوا إلا كنتي موافق من غدا أجي. موافقة لله، علاش ما نوافقش؟ إيوا سير جمع حوايجك وأجي. الله يرحم والديك، بسلامة يا شريفة. غدا ياك إن شاء الله. حليمة، بسم الله، فلوس الكراية كتساليني. لا ولدي، خليت التيسة. لا الحمد لله، مستورة أم حليمة. إيوا عنبر، سخيتي بينا، فين غنلقى بحالك؟ ما فيك لا صداع لا هراج، ولفتك بحال وليدي وما سخيتش بيك. حتى أنا ما سخيت بيك أم حليمة. أنا ما غنساش الطويجنات ديالك، الكويسات داتاي. شوف أوليدي، هاد الدار ديرها بحال داركم. فين ما بغيتي تجي مرحبا بك على الراس والعين. حليمة، هادو سادية، لكن عنبر قول له يدخل. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. كاينه رشا؟ ايه موجوده. عنبر ياك؟ اه. دخل يا سيدي. انا سعديه. حسمت امي الله يرحمها. اش كتجيك رشا؟ انا جارتها. كاري عندها في 3 ايطاج. سعديه،
البنت هي طريق بلي ولدك، وهذا هو اللي تبدا تعطيه الكره. بلا مشى تدق عليك ديك الشلابي ديال داك السمسار جري عليه، او قولها العنبر يجري عليه. ايوا غير دعي معايا الحاجه يعفو عليا الله من داك طلوع الدروج ومن داك الكلب ديال صوفيا اللي النهار ما طال وينبح عليا. اي والله اني كانت ساعه سلامه بنتي. صباح الخير حاجه. عاد شفتيني؟ كي صبحتي؟ ايوا صبحت عيانه. هاك هالسوار ديال المبل ديال بيتك، قبل ما تمشي جمع داك الجبل المكركر قدام المبل. واخا ولو فارك. سميتي عنبر؟ عنبر. علاش كتقلب؟ لي شريفة قالت لي هاك الساروت وكاين شي بيت وبانوا لي هنا جوج البيتو. اجي نوريلك. انت مجوج؟ لا مازال. علاش ما تجوجتيش؟ اي باقي ما كتبش الله. ها البيت فين الساروت؟ هاد 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 هاد. شنو هذا بيرو؟ كان بيرو ديال الراجل رشا. دابا خصني نسكن هنا؟ ما تخافش، ما تجي فين تجيب حوايجك تلقاها وكتيشعل. الله يرحم والدين. نوريك بيت خويا؟ واخا. يلا. اشريف اشريف واش حنا كنجمعو نتوما كتلوحو؟ سير عطيني بديسا الله يرحم الوالدين. ايوا كيف جاك هذا البيت؟ زوين زوين الله يكثر خيرك يا لاله. هذا راه كان المكتب ديال راجلي، كل ما كنتي شي عزيز والله ما نعطيه لك. حتى مريم مسكينه تعبت معايا وجداته. والله يرضي عليها الله يرضي عليها. اش نقول لك؟ هاد الثورات اللي دايرهم هادو ديال السينما الفيشات. انا انت خدمتي حتى في السينما؟ كنت كنعلقهم. لا لا سبع صدايع والرزق ضايع. ولكن الا ما عجبوكش نحيدهم. لا غنخليهم، انا غنصيفطك العشاء مع مريم. الله يرحم والدين. بلاتي نوصل معك.
شريف نعاونك شريف. فاش غتعاوني اخويا؟ تقد يا سيف. لا هذا كتب الله، هذا كتب الله رزقك على خاطر. ودابا لا عطيتك انا تهز هذه، انا اش غندير؟ لا تعرف لا الله يسهل اخويا. الله يسهل الله يسهل. كتب الله. ها معاون. شريف كريك ويلا الخبز معاكم. واش غنبقاو نطيبو حنا هنا تحت هاد الشمس؟ من هنا انا ما محركه حتى نشوفها. ويلا ما جات؟ قلت لك من هنا انا ما محركه حتى نشوف هذاك الديوتي اللي جا باش يقابلها. هذاك الديوتي دابا يعيا ويمشي بحال. تقول واش باغي تعيا وتعيط لي نقابلها ولا تجي تسكن عندي؟ راسها قاصح. خرجتي ليها؟ الله يخرجك في شي مصيبه ان شاء الله. دي عاوتاني دي. هيا جات. ماما جيت وما لقيتكش، قلت نستناك حتى تجي. شنو بغيتي؟ علاش ما تجاوبينيش في التليفون ماما؟ انا ما تحد الناس ولدوا الاولاد وانا ولدت كنتي على السخطه. هذا السخر جديد؟ ايه هو السخر جديد، لقيت الخير في البراني وما لقيتوش في دمي. علاش تتدي البيبان في وجهها ماما؟ لا بعدي مني يا قلت ما باقيش تدوري بيا، اعطيني اتساع. خليني غير نفسي. ما تفسل لي. لا ما نفسل لك. هاد المرة إلا جات ديك الحلوفة ما كنتش هنا ما تحلهاش الباب. علاش الحاجة مالها؟ شوف أنا ما حاجاش، هذيك خرجت كتشبه باها، الطمع مع عينيها، بطا عليها وقتاش الموت باش تورتني. فنقول كان ساكنة معايا وكتنهبني وكتسرقني، خفت أنا لا دير لي شي حاجة أو شي سم أو ما نعرف. طول عمرك الحاج. أنا ما حاجاش. ومريم فين هي؟ مشات تشوف عائلتها والسعديه واخا وحديها وعندها الوليد، ساعه كتهبط تعاونني. على راجلها فين هو؟ مات هادي عام. نوصيك الله يرضي عليك ولدي ما تقزرش عليها. لا 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 نوصيك على واحد الشاطماطه ساكنه في لابارتوما ديالي، اذا تاخذ منها الكره وعينيك محدوري. واخ كوني هاني الحاج. كيف ولدي معاك هاد البصله؟ فكرتيني صاحبك حماد راسق صافيك. اشنو قال لك؟ قال لك الا كان عندك الوقت دوز عنده يشوفك. بالحق قلت له حتى يدينا للمقبره نزور. واخا واخا الحاج. تبارك الله عليك، والله الا كتنقي الخضره ما تنقيها شي مره. ورا 10 سنين ديال تازو فريت ياك.
هذا راجلي الاول الله يعمرها دار الزين والقلدة والضوء والفهامة. انا ما تزوجت عليه حتى وفى على موته 3 سنين و6 شهور. نبغي لما نموت نتدفن حداه. والراجل الثاني الابر ديالو في العرايش بوه بوه وما دوز عليا ودوزت عليه. والثالث مشى للحج ومات وتدفن تما. يلا دوز عفاك ديني للبحر. الهوا ديال البحر كيوافقني. نعم. ايه يا دنيا وكان البحر يعقل لا حكى شنو كان كيدور مع المرحوم ما بين الرمل والصخر. الله يرحمه. رشا غنمشي ندير شي دويره ونخليك مع البحر. ما تبعدش بزاف. لا ما نبعدش. تبدا تعاود لي على الشده والفاده علينا. شفتي هذيك امك والله لا صورتي منها حاجه راه جلده. جلده هي امك انت نيت وملي انت عزيز عليك هكذا قابليها انت نيت. على انا كرهت هي اللي ما بغاتش. انت امك ما كتلاقاوش بزوجكم راسكم قاصر. فهادي عندك فيها الحق صح. رشا انا مشيت ما نسيتي والو. واري سير صح. اجي 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 عندك شي شال بزاف اللي في الركله؟ لا قولو صيفطاتني رشا. والخضره شريها مزيانه وشري الدسير مزيان. عندك هذا غيسرون ايوا انا كنعرف. لا لا كون يعني وصل مرضي عليك والبطيخ اللي لقيتو نجيبو تاعو واجيب تاع الدلاح.
حليمه لاباس. لاباس ولدي. هاكي هاد البراجة جات لعنبر. عنبر تحاول من هنا. ابقى ساكن هنا. تحاول؟ تحاول. اجي اجي. ارى ديك البرية كنعرف الادريس. دابا نوصلها له. هاكا لالا حليمه بارك الله فيك. وبالسلامة. محمد فينك؟ انت اش كدير هنا؟ وانت كتشوف خويا كيتقدى وكيصوب واش غندير؟ فين هاد الغبول؟ غير مع الوقت راك عارف خوك مولا بنيتات ويبقى الرابعه في الطريق. ويلي 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 ويلي. فكرتيني عاد كنت عند الحاجه صوبت لها شي ردويات وعلى وجهت ما خديت منها التريال. الله يرحم والدين. قول لي عاجبك الخدمه؟ ايوا اش غنديروا؟ قابلين وصافي. الواحد كيغسل المواعن وقشر البطاطا وتساري الحاجه واش غدير؟ اي حاجه كتقشر بها الدرام ما تقولش عليها لا. شوف غدا في العشيه جيت تعشى معايا. علاش لا؟ اي والله يعاونك الخدمه كتسناني. الله يعاونك. بالسلامه. سلام على الحاجه. تهلا في التريطير. فين هي ديك هي؟ فين هما هاد ولاد اليوم اللي غايطوقوا هاد الغرناطي؟ فين هو الذوق؟ قول لي خوانيتا ديك مسخوطه بنتي باقي كتصل بك؟ ايوا واش غنقول لك الحبيبه رشا؟ هذا اكثر من عام ما سولات. ايوا الله يهديها. الهلا يهديها. متبعة اخباري من بعيد بطا عليها وقتاش نموت باش تورتني. خرجت لباباها الراس القاصح والقلب اللي ما يرحم. الله يخليك خويا الله يخليك. لا ممكن نساعدك. كاينه وحده اخرى. بارك الله فيك سيدي. شكرا. حطهم الله يخليك في الصالون. هدبتك معايا. اش كيعيطوا لك؟ انا صوفيا الفام دافير. وانت عنبر كونسيير جديد؟ لا انا ماشي كونسيير، انا خدام عند الحجه. شكون الحجه؟ مولات رشا. داكو هكا كتبارك. لا غير خليك بلاش. والله بلاش بلاش. الله يخليك. غنحتاجك مره مره باش تخرج لي زيتون. شكون زيتون؟ مامتي كانيش. واخا سمعك الباب. الله يخليك. واخا ميرسي. صافي بقيتي بغيتي والو؟ لا صافي سي بون ميرسي. بونجور اكسيلونس. اوف انا شو تري فاتيكي باسكو جو فين اريفي شي موا. نو 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 فو انكيتي سورتو با جي توت لي مارك تو سكو فو فولي تو تي سيني. داكور اكسيلونس. Avec grand plaisir. Au revoir. الله يوصلك على خير. الله يخليك وبطول عمرك ان شاء الله. بارك الله فيك. عنبر جابك الله. حنا نقدم لك السنيوره خوانيتا باش لما شفتك تسخن ليها تعرفك. ايوا توصلي على خير. الله يخليك. حاجه الصور ديال الطوموبيل باش هما هناك فوق الطبيب. اجي فين كنتي انت؟ كنت عند هادي صوفيا زيت لها شي تقول. دورت معاك؟ عطاتني 20. 20 الف فرانك؟ لا حاجه 20 درهم. 20 درهم؟ لا لا على زقرامه. شوف هاد المره الا ما عطاتكش شي ما تعاونش تعاونها. واخا انا نمشي نغسل الطوموبيل. ايوا سير رد بالك منها. راها عينيها فالتين وانت اكثر منها. لا 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 ما كان ليا. عيني بلاصتو. لا الحاجه والله العظيم. زهره زهرة
كلوا. الله يجعل البركه هاك اختي. شكرا اختي زهره. سمحي لنا عذبناك. مرحبا بكم. صاوبي لنا شي كاس ديال اتاي يكون دايزو الكلام. لا تصاوبوا انت. خليني نمشي نعشي البنات راهم بغاو ينعسوا. راه انت اللي بغيتي تنعسي ماشي البنات. حماد خف على مراتك صاحبي راه متقله. الحمق اللي كيسخر المراه الحامله كيدي لاجر. وبارك عليك اخويا حماد. ثلاثه البنات فين زيد؟ غادي نبقى تابع الولد تابع الولد حتى يجي. لحقاش انت ما كتهزهمش 19 في كرشك. وشكون اللي كيصرف عليهم؟ وفوق هادشي راه كله برزقو. خباك صاحبنا غيهرب علينا. شكون هو؟ نوضو تعشاو باش نعسو. علاش فين غتمشي؟ غادي نمشي لطنجه. جاب الله واحد الخديمه. مزيان. وصافي غتسخى بينا. شكون اللي يقدر يسخى بصحابه؟ ولكن الله غالب. طرفت الخبز هذا اخويا عمر. ايوا الله يسهل عليك. عمر ما تقلقش. ها عمر معاك. وطنجه قريبه. ما قلتلكش الباترون اللي كتخدم عنده السينما طلق مراته. جوجاتك واحد خينا لاباس عليه. وشكون قالها لك؟ ما في خبرك انا خدام عندهم. شنو خدام؟ قارد كور. بحالي. بحالك؟ حتى انا قارد كور ديال رشاد. نصوت نصوت. هيا غنجيبو زهرة. الشكاره ديالك فيها الكتوبه. يلا وشرب العصير ديالك باش تولي صحيح. شرب. انا صحيح. معلوم انت صحيح. على انا بلا بيك كنسوى شي حاجه. واشرب. الا كنتي صحيح غتكمل الفطور ديالك كامل باش تمشي للمدرسه. واش انا نمشي بوحدي؟ ولا كنت صحيح الرجال بحالك راه كيمشيو بوحدهم. انا كنغلب تاع عنبر. معلوم كتغلب عنبر. يلا شرب. عنبر عنبر. صباح الخير اختي سعدية. صباح الخير. صباح الخير ادم. عافاك دير لي ادم المدرسه راه تعطلت على الخدمه واخا؟ واخا. شوف ملي نرجع للغدا ديالو فوق الطبله. كوني هاني اختي سعدية. بيزو ماما. سلامة. مشيو. شنو؟ ها نهزك انت طماع انت نهزك والحلوه يلا سمع هذاك المسخوطه ما انا امك مرتي بنتي راكي عشمتيني وعمتيني حشيش قضى عليك وانت بغيتي تقضي عليا وانت يا ديك المحشوكه جيب لي الدواء ديالي والماء وشدي عليا داك الراديو خليني نرتاح ولا شتي داك المسعود لتحت عيطو يجي لعندي فيها غير على الزبن عندي شمبه تمبل لا ماشي الزبن في السكر تما تمبل تلغدا داكو باي باي يلا يلا قولي لي بنتي واحد السيد اسمه عنبر ساكن هنا
شكون انت اللي كتسول عليه؟ انا جارته القديمه. ما عرفتش من خرج. هاكي الا جا عطي هاد البريه. واخا. لطف يا لطف. مريم مريم. لا لا انا جيت. ايت العنبر؟ لا ما لقيتوش. لا لا واحد المره جات وقلت لي هاد البرا. سيري انت يا لشغلك. اجي 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 انت بعدا. ما كتحشمش لما نعطيتي لادريسه ديال الدار. حتى واحد حتى واحد. وهذه طاحت من السما جابتها لك واحد السيده اسمها حليمه كنتي كاري عندها. حليمه عرفتها. ماشي قلتي انت مقطوع من الشجره؟ انا مقطوع من الشجره ولكن هذه البرامج. اقرا اقرا عليا اقرا. خليت نكون بوحدي ونقرا ونجي نقول لك شنو فيها. حياني عليكم يا رجال، انا اللي كنعرف بحركم. خاصك شي حاجه؟ ما خصني حتى حاجه، بعد مني. سلام تام وبعد. قد تفاجئك رسالتي. أنا الفتاة المحتجبة التي كانت تسكن بجوارك. لم يكن بإمكاني أن أتكلم معك، فزوج أمي رحمها الله كان قاسيا معي، وحين علم باهتمامك بي سافر بي إلى مدينة برشيد. لقد حاول أن يغتصبني عدة مرات لكني قاومته. أصبحت أصاب بانهيار عصبي من حين لآخر. لا أستطيع الخروج للقائك. أريد حلا زينب. خلعتيني يا صاحبي. صاحبي المبودر وصحابو جاو كيقلبوا على الصداع. دخل. لا 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 غير خليني خصني نمشي. غير سالت على رشا. خويا بغيتك تعاوني في واحد القضيه ما كاينش اللي يعاوني فيها من غيرك. وشنو كاين؟ هذيك البنت اللي كانت ساكنه قبلتي في الدار الاخرى. مالها؟ خويا صيفطت لي برا ومكرفس عليها هذاك الراجل ما وقالت لي نعاونها وبغيتك تمشي نشوفوا معاه شي حل. وليني يا عمر واش انا طرزان؟ راه كاين قانون في هاد البلاد يا صاحبي. وشنو خلي انا زيد خلي انا مشاهد مريم مريم. نعم لالا. وفينك مريم؟ أنا لالا. فين هو هذا؟ السعود هذه باقي ما فاق. لالا رعيت من فيق فيه ما جاوبنيش. ايه دوجي نشوفوا شنو كاين عنده. واخا لالا. عنبر عنبر. شكون دار فيك هذا الشيء؟ زيد زيد الحاج. كيفاش نجيد؟ اش غادي نجيد؟ عينو مضروبة ما فيها ما يتشاف هو كيقول لك ما عنده حتى حاجة. إذا باغي أجيني الصراحة. قول لي شنو طرا لك. انا وقول. انا كنت ناعس ما عليا ما بيا ولكن في الصباح ملي نط لقيت راسي ازرق كلي دكدك دكدك دكدك. بسم الله الرحمن الرحيم. سير بنيتي الله يرضي عليك جيب شويه ديال التبخيره نبخرو بيت عنبر. واخا لالا نبخرو. ايوا لالا تنقول لك عاد ما يجيوكش الجنون بهذا الويل وهذا الطم اللي داير لي هنايا. لا غير التبخيره وصافي.
تبارك الله على زومبلا. والله الا خلعتينا عمار. غير انا ما تخافش. صحابني يجي واحد ما دوك النحاس جا باش ينتقم. مزيان لواحد يحضر راسه. دابا راك دخلتي معايا في المعمعه، خصك تحضر راسك في الطريق وفي السوق وفي اي بلاصه. والله الا ندمت لي درت هادشي كاع، انا ما قادش عليه. اصاحبي انت راك راجل والرجال ما عمرك كدار بها. ما عندي ما نسالك، بقارور مع راسك. ادي من بقارور. عرفتي علاش جيت عندك اليوم؟ عندك تقول لي عاوتاني شي مقاره اخرى. اسمع انا جيت عندك حيت جيتي عاونتيني البارح، وانا جيت نعاون خويا اليوم. وفاش؟ غنمشي معاك لبرشيد. الله يطيح حظك ليا. انما خويا غتعطيني غدا وبعده، وانا معاك نمشيو نفضوا الحرير ديال داك خينا. لا داك خينا خليه ليا، انا نفضي ليه حسابه. يلا انا مشيت. بارك الله فيك. يلا تهلا. اجي ماشي حسن نعيطو للبوليس. تسمع من البوليس اصاحبي غدق ولا لا؟ خويا لا ما تبرص طول النهار ما كاين حتى حد. على فين مشاو؟ الدريه راه في السبيطار ديال الحماق والراجل راه هرب. هرب؟ اجي علاش هرب؟ راه تعدى على الدريه وبات ما صبح. انا مالي انا عارف وينه. وفين غيكون مشى دابا؟ والله يرحم لك الوالدين راه ما عارف وين. انت اللي قول لي الله يرحم باك لما قول لي فين مشى. انا ما كنهضرش معاه، انا ما عارفوش، انا ما عنديش معاه. وما يمكنش تكون ساكن حداه وما تعرفوش. دخ عليا يا سعيد. وما تدخش هو بعيد على هادشي عمر. الله يرحم عمر يا بيني وبينه والو يا صاحبي. انت مالك؟ خرج يا صاحبي. السلام عليكم اشرف. كاين من قضيو؟ الله يرحم لك الوالدين. كنسولوا على واحد بنت سميتها زينب. اجلس. يمكن لنا ناخذ كرسي اشرف. خولو. هاد البنت هادي وقتاش دخلت؟ والله ما عرفت وقتاش دخلت. المهم قالوا لنا راه هي هنايا. واش سميتها؟ زينب. زينب اش؟ زينب العنزي. زينب العنزي. عندي هنا سيدي زينب العابدي ماشي لعنزي. زيد قلب الله يرحم والدي راه يمكن تلقاها. نبقى انا خدام معاكم. الله يرحم لك الوالدين. اه غيتبدلنا الشهاده كاينه. سميت لعنزي وسميت راجل امها. اييه داك الكفر بالله. الله يرحم والدين يمكن لي نشوفها. وقت زياره سالا راك شفتيها ما كاين حد. الله يرحم بها الوالدين اخويا.
احنا راه جايين من الدار البيضاء. انا مزوق فيك اخويا ما تردناش، دير فينا هذا الخير الله يرحم لك الوالدين. اسيدي راه كنقيلوا نديروا في الخير شكون يقرب به. اسمك الله بعدا. سميتي فتواكي. سير فتواكي. نعم احنا ما غاديش ننساوك. والله ما ننساوك. قرقوري. دي هاد الناس 304 تفضل. يلاه نوض. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. ما تعطلوش اجي هنا رجعوا الكرسي لبلاصتو. الله يرحم. هاي صافي شتيها ويلا اجي ما تخافيش انا ما نديرك والو مني نسيتيني انا جارك زين ما تخافيش لا انا ما غنسمحش فيك لا صافي خرجوا من هنا لا خليني نهضر معاها صافي خرجوا الله يرحمك خليني نهضر معاها زين انا عمبر ما تخوتيش صافي خرج الله يرحمك وصافي يا صاحبي الله يرحمك زين والله تنضرب فيه خرج عطونا التيشيرت والله ما سمح فينا عمبر رجع لها اخويا عمرو مابقاش تخمم بزاف واش كان بامكانك دير شي حاجه وما درتيهاش راه مكتب عليها اخويا عمرو واش ديك المكتبه يا عمرو لا حول ولا قوه الا بالله اسمع اخويا عمرو انا غادي نهضر مع الناس اللي خدام عندهم باش يجيبوها للسبيطار ديال الدار البيضاء كرفت عليها اخويا شتيها كي ولات رشا واش هيك لبس خانة انا ياك لاباس ما كاين غير لباس تلوات لي رجليا في هاد الدروج النحس راسي راس المحاين شتي هي زرقاء شويه وفوقاش طراك هادشي البارح في العشيه ملي كنت جايه من الخدمه واختي ما يكون باس بالي وريك باس عفاك عن برا عاوني نصوب ديك الفاس مره غير بشويه هكا جيتي بغيتي شي حاجه اه كنت بغيتك على ود رشا مسكينه مريضه بزاف بغيت شي واحد اللي يوقف معاها ساعه حتى انت واحله في راسك وانت كتشوف ما حلتي الخدمه ما حلتي للدار والولد ودابا زايده بالتوعات مزيره رشا كده بزاف لا واش غديري في الخدمه ما غاديش نمشي غدا راه صوبت واحد شهاده طبيه صباح من جيت تدي ادم فكرني نعطيها لك تدي معاك الخدمه واخا
غيكوني هانيه. صافي ما محتاجه والو. بارك الله فيك اخويا. تصبحوا على خير. اجي بغيت نشوف داكشي معاك. رشا كيف بقيتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اجي ما نخرجك شي شويه تنفسي. ولي وثاني يا وليدي انا ما نعشت حتى الناس بحال الناس، خصني غير الخروج ونمشيو على الاقل البحر. انت كيعجبك واخا تبقى حتى في الطنوب؟ يا وليدي يا وليدي ما قادراش غيرضي عليك عطيني كاج الماء. واخ صباح الخير. صباح الخير اختي سعديه. لاباس؟ فين ادم؟ ادم اجي عمو عند برجه. صباح الخير بخير وتهلا فيه. الله ودي عاد توصيني كنديرو بحال ولدي. او هكا باش تشري شي حاجه؟ لا 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 خود. لا لا اجي. لا والله ما نشد. لا عندك طيح شويه ناخذ الكليب. صباح الخير عربر. صباح الخير اختي صوفيا. عزيتون حس الميطا ديالو عندك يهربك في الطريق. الله يخليك. ما تخافيش غادي نديرو بحال ولدي ياك زيتون. وحده شي ندير باش تاخذ ديال الفرماج. الله يخليك. واخ يلا يلا غير كوني هانيه. ها زيتون خليت لك الراحة ما يكون بس. عمرة خاصها تمشي للسبيطار. ياك لاباس؟ انت ولدها؟ تقريبا. المرا كبرات والضغط عندها مرتفع بزاف. هاك هادي باش نعس في السبيطار، وهاد الدواء خذوا ليها دابا. واخ طفقنا؟ واخ سيدي. هي المجبوره مبرعه بحالها في دار باك. شكون؟ شكون؟ حل بنادم. شكون بنادم؟ قلت لك حل. حيد المطرق حيد. هاي هاي بسيط زيدها بعملوها حتى هو. ياك لاباس. شكون اللي مسكنك انت هنا؟ كيفاش شكون رشا؟ شوف غتجمع لي الجوطيه ديالك وتدرق وجهك، غدا ما نلقاكش هنا. وفين غادي نمشي؟ عطيني غير شويه ديال الوقت. شغلك هذاك. انا
سمعتي غدا ما نلقاوكش هنا شاروخان. عنبر ايوا كل غير صباح الخير. صباح الخير اختي سعديه. وي مالك على تغوبيشه؟ لا والو غير شي شويه ديال العيا وصافي. ايوا واش نقول انا اللي وحدانيه وعندي ولد ولا حنين الله رحيم. والله الا اختي سعديه الا كنقولها في الغيبه ديالك الله يحسن عوانك. اش درتي مع رشا؟ سينات ديال الكونطرا البارح. مزيان حتى انا كيخصني نجمع حوايجي ونخرج من الدار باش نعطي صورة البنت رشا ديرها حالة. فين غادي تمشي؟ ما نعرف واحد الراس كيقول لي نعاود نرجع عند حليمة وصف وما نعطلكش. أنا كنت دايز قلت نشوفك. الله يعاونك. وي شكون؟ عنبر اختي صوفيا لاباس؟ جيت غير باش نقول لك اختي بسلامة غادي نمشي من هنا. ستون مات مات عنبر. دخل 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 سد معك الباب. دخل. الله أكبر. 5 أيام ما خرجتش من الدار. حوايج كاملين مشتين ما قدرتش نجمعهم. وكيفاش وقع ليه؟ لا سوسي. تخي بيان ترو دو مسيو مع اللي مال ليه. غير من وقت. المدينة كاملة بدات كتبان ليا كحلة كحلة. مشى لماما تخبى في فاس. رحم الله. يا بل عفية خبل دابا غادي يسوني توت سويت غادي يهز كلشي اللي كيداسون فهمتيني وبالثمن اللي بغا شتي سير بدل بصحتك سير سير الله يخلف عليك بصحتك محليمة شكون؟ محليمة شكون؟
الدار دير ولدي لاباس عليك. الله يبارك فيك. توحشناك اش هاد الغيبه؟ وغير مع الوقت الله علم الى اجا البلاد عاودوا عيطوا عليا. والله الا بيتك باقي يستنى فيك. على ما سكن فيه حتى شي واحد. لا شحال الناس بغاه ولكن انا خاطري ما ارتاح حتى لواحد فيهم. هي نجيب حوايج يا محلي. ايوا دخل بعدا دخل. لا محلي ما يخليك محرا نجيب حوايج. هذيك السيده اللي كنت ساكن عندها بنتها بطح عليها كنت تجري عليا. والله يعاونك هاد الساعه. انت في خير يا لاله؟ كتسول على شي حد؟ كلمي لي عمر الله يخليك. كتسول على عنبر؟ على اسم بقى ساكن هنا؟ كان ساكن هنا دابا ولا ساكن في المدينه القديمه. ياك ما رجع للدار الاولى. واخا شكرا لاله. العفو سيدي. شوف الا شفتي عنبر قولي قالك السعديه دوز عندها. واخا السلام عليكم الحاجة. عليك السلام. الله يخليك بغيت نشوف عمر. شكون انت ولدي؟ انا عمار صاحبه. ادخلها وناس. واخا. عمار بسم الله عليك. وين دخلتي؟ هذا عمار واجرك على الله. خلعتيني يا صاحبي. واش باقي شي حد ينعس في هذا الوقت هذه؟ مزيان نيت اللي فيقتيني. كنت كنحلم واحد الحلمه ما فيها ما يتشاف. ياك بعدا عندي لك واحد المفاجأة. إلا مشي حتى قدها لك ما غاديش تعاود تقدر ترجع تنعس. شناهي هذه المفاجأة؟ زين بلاباس شويه اختي زينب بنت لي بحال تهدنات دابا راه شاربه الدواء دابا حسابي كتعرفني شكون انا كتشوف كتسمع ولكن رد الفعل راه ما كاينش وشحال غادي تبقى بحال هكذا سا ديبون على حساب الحالات شهر شهرين دو توت فاسون بدينا كنقصوا ليها الدواء بشويه بشويه زين لا بلا ما تخرب ليها خليها بشويه بشويه حتى تولف الله يشافيك شكون؟ سعدية لاباس؟ الحمد لله مفاجأة هادي لاباس عليك؟ الحمد لله بخير دخلي لا خويا زربانة رشا قبل ما تموت كانت خلات لك هاد الأمانة عند خوانيتا وأنا ملي تلاقيتها في الكنازة عطاتها ليا باش نجيبها لك شي بركة والله يعطيها الخير كي جاتك الحومة ديالي زيانة الناس شعبيين وظريفين وخا هكداك قالت لي اخواني طاب لي رشا مسكينة كانت مرات تكتب لك التولد في الملك ديالها الساعة ودي الحمد لله وصافي كاع كون كتباتوا ليا واش هذيك بنتها غتخلي ليا شي حاجة
شخبار عدن؟ توحشك. والله إلا تانا توحشتو. شحال جامع عليه دي الحلوة؟ تنوك لاشا؟ واخ إن شاء الله. سلام. الله يرحم والدين. الو محمد لاباس عليك؟ اه عمبر اخويا مبروك ما تزيد عندك. والله الا فرحت ليك. لا الزهره لاباس عليها؟ الحمد لله. لا لا بخير بخير. كي داير الجو في طنجه؟ مزيان. لا السعديه لاباس عليها. وعرفتي كون تشوفني دابا وما تعرفنيش واش عارف خان ولا فركس. لا السعديه لاباس عليها. اي والله ولقى اخويا شي وقيته تنجي عندك. لا والله تنجي عندك. الله يعاونك هاد الساعه الفلوس يمشي. سلام اخويا. يا انس هاي 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 اش هاد الاناقه؟ رايح عريس؟ شي شويه. ايوا سيدي مابقيناش كنتقادو. بسم الله. اش قلنا؟ ودابا جد جد طيب انا ناكلوها ونخرج لي على راسي. شكرا. بلاتي فين ادم؟ ادم سيدي غضبان قال لك بغاني ندير البحر. فين هو؟ حوالي ادم. ادم مالك ولدي؟ ماما ما بغاتش تديني البحر. ما بغاتش ديك البحر؟ انا نديك البحر. كتعرف تعوم؟ عارف اش غنديرو؟ غنمشيو عند واحد صاحبي حماد ساكن في طنجة وتما كاين بحر كاع ما كيغرق. طنجة كاع؟ ماما قولي عمي يبات معانا. وعلاش لا؟ ولكن قبل ما نمشيو لطنجة كراش نمشي نشوف واحد السيدة عزيزة عليا. واحد السيدة؟ واخا ما كاين مشكل. اسمحوا لي نمشي نصاوب العشاء. هاك علاش كنتي وصيتي؟ ولكن بلاتي قلع شنو هنايا؟ عندك كلشي بوكان حلو تشوف هيا تخرج لك.